سيدي الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، إنها لمناسبة سعيدة التي تتيح لي أن أتوجه بتحياتي الأخوية الحارة إليكم إخوتي الأعزاء من رؤساء الدول والحكومات، وكذا رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمتنا الموقرة. وأود أن أخص بالتحية والشكر أخي عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دوره الرياضي وكل ما بذله من جهود خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي للسنة المنصرمة. كما أغتنم هذه السانحة لأعرب عن تهانينا الحارة لأخي سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا إثر انتخابه رئيسا للاتحاد الإفريقي لهذه السنة. وإنني على ثقة تامة بأن الاتحاد الإفريقي تحت رئاسة جنوب إفريقيا سيعرف دفعا جديدا للعمل الإفريقي المشترك لصالح تحقيق الاندماج الإقليمي وتعزيز التضامن والوحدة والتلاحم بين الشعوب الإفريقية وفقا للمبادئ والمثل النبيلة التي استرشد بها الآباء المؤسسين لمنظمتنا القارية من أجل الرقي. وبمكانة إفريقيا وتفعيل دور الاتحاد الإفريقي على الساحة الدولية، ولعله من الإنصاف القول أن الاتحاد الإفريقي قد قطع أشواطا حسنة. سيدي الرئيس، سيداتي سادتي، مثل العديد من البلدان عرفت الجزائر منذ استقلالها أوقاتا صعبة، واليوم وبفضل الثقة والطاقة المنقذة التي يزخر بها شعبنا وشبابنا، تفتح الجزائر صفحة جديدة نحو تعزيز الديمقراطية وتهيئة الظروف المناسبة لازدهارها. إن الجزائر الجديدة الجاري تشييدها ستظل وفية لمبادئها والتزاماتها، وستطلع من الآن فصاعدا بدورها كاملا في إفريقيا وفي العالم. إن الجزائر التي عقدت العزم على تغيير نظام حكمها وتشييد دولة تسودها العدالة الاجتماعية وقوة القانون بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في شهر ديسمبر فارط، والتي سمحت للشعب الجزائري بتكريس سيادته الشعبية بطريقة ديمقراطية وشفافة، تستعد حالياً للمضي قدما في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يتيح تحقيق التغيير المنشود وبناء جزائر جديدة قوية آمنة مزدهرة مبنية على حوكمة تسودها الشفافية وأخلقت الحياة السياسية وتعزيز الحريات الفردية، تساهم بشكل أكثر فعالية في تنمية القارة الإفريقية. إن التجربة الناجحة تعزز يقيننا بأن حل أزمات في قارتنا يجب أن يقوم على الحل السلمي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية دون أي تدخل أجنبي. وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة، ستساهم الجزائر دوما وبلا هوادة في تعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن في إفريقيا، كما ستواصل دعمها للمبادرات الرامية إلى فض النزاعات والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وممارسة حقها في تقرير المصير. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية،
فلا بد من القيام بالدولة المستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. يواجه عالمنا اليوم تحديات غير مسبوقة، وما الأزمة في الساحل إلا مثال مؤسف لهذا الواقع. فقد شهد الاستقرار في دول مثل مالي تدهوراً مفاجئاً في أعقاب الأزمة الليبية، ناهيك عن النيجر التي لم تنجو هي الأخرى كما نعلم من الهجمات التي استهدفتها واستهدفت جيشها. ومع تصاعد الهجمات الدموية التي يقترفها الإرهابيون في بوركينا فاسو وبعض المحاولات في البلدان الساحلية، اكتسح عدم الاستقرار منطقة الساحل على الرغم من الجهود والشجاعة التي بذلتها البلدان المعنية. وفي حوض بحيرة تشاد تجابه بلدان المنطقة نفس الشجاعة والصمود للأعمال المدمرة لبوكو حرام من خلال القوة المشتركة والمتعددة الجنسيات. وهنا أود أن أؤكد من جديد تضامن الجزائر مع هذه البلدان الشقيقة، وأود هنا كذلك أن أشدد أننا عازمون كل العزم على المساهمة في المضي قدما في مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي ورفع العراق التي قد تعيق تنفيذ اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر. أما في ليبيا الشقيقة التي تتقاسم معها الجزائر المصير المشترك وألف كيلومتر من الحدود، فإن الوضع بها مصدر قلق بالنسبة إلينا. فالشعب الليبي الشقيق لا يستحق الويلات التي يكابدها اليوم. لذلك اقترحت الجزائر احتضان الحوار ما بين الأشقاء الليبيين وفاء منها لتقاليدها الدبلوماسية ووفقا ما تم التأكيد عليه في برلين ومؤخرا في برازافيل خلال قمة لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا تحت الرعاية المميزة لأخي الرئيس دينيس ساسو نغيسو. سيد الرئيس، سيداتي وسادتي، تلكم هي الوضعية المؤسفة على حدودنا الشرقية والجنوبية. أما على الحدود الغربية للجزائر لم تعرف مسألة الصحراء الغربية بعد طريقها إلى التسوية، فمنذ سنوات طوال تعكف منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالدعم الإجباري من منظمتنا القارية على تطبيق مراحل خطة للتسوية المرسومة لقضية الصحراء الغربية المبنية على أساس حق الشعب الصحراوي لتقرير مصيره. سيد الرئيس، أود أن أشيد أيضا بالخطوات الهامة التي حققتها قارتنا في مسار تحقيق الاندماج الإفريقي، لا سيما من خلال دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ ومواصلة تجسيد المشاريع الرامية إلى التكامل الإقليمي وتعزيز البنية التحتية المندرجة تحت مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا. إن الجزائر تبقى مستعدة دوما للإسهام في تعزيز التكامل الإقليمي وتأكيد عزم قارتنا الإفريقية على التكفل بمشاكلها بنفسها وتخطي تهميشها على مستوى العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي من أجل التحكم بمصيرها والإمساك بمسارها التنموي بكل أبعاده. وما الأهمية التي توليها الجزائر للمشاريع الهيكلية مثل الطريق العابر للصحراء والرابط بالألياف البصرية وأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر ونيجيريا سوى دليل قاطع على رغبتها في تحويل الاندماج الإقليمي إلى واقع. لا يمكن الجزائر أن تتجاهل البلدان الشقيقة والمجاورة
ولا القارة الإفريقية التي تشكل امتدادا طبيعيا لها. وإن كنا قد فقدنا شيئا من هذا الأمر إلى حد ما في السنوات الأخيرة، حيث كنا منصبين على شأننا الداخلي، فإننا نعترف اليوم ونعتزم استعادة بسرعة وقوة ضمن الإطار المتجدد للاتحاد الإفريقي وعلى صعيد العلاقات الثنائية. وفي هذا الصدد قررت أن أبث ديناميكية جديدة في التعاون الدولي الجزائري، لا سيما بين البلدان الشقيقة في أفريقيا والساحل، وستترجم هذه الإرادة السياسية إلى تدابير ملموسة فورية. ومن هذا المنظور قررت إنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية، ألدك، ذات بعد إفريقي مؤكد. مهمتها الرئيسة تجسيد رغبتنا في تعزيز الإعانة والمساعدة والتضامن مع دول الجوار على أرض الواقع، لا سيما الدول الشقيقة في الساحل. أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، ونحن على يومين من إحياء ذكرى خروج زعيم مانديلا من السجن، رأيت أنه لابد أن أكرر ما قاله وهو مطابق لاجتماعنا اليوم. قال مانديلا: سنعمل معا من أجل تشجيع الشجاعة أينما كان الخوف، ولتشجيع الحوار أينما كان النزاع، وإعطاء الأمل حيث كان اليأس. وشكرا لكم.